نروح لمنتخبنا الأولمبي اللي بيقوده النجم الكبير كابتن شوقي غريب، بيقول سنقدم كل ما لدينا في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة. كابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أكد أن الفريق سيقدم كل ما لديه في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والتي ستقام في مصر خلال فترة من بين 7 حتى 22 من نوفمبر الجاري. قال كمان الكابتن شوقي في تصريحات إذاعية أدلى بها اليوم الخميس، البطولة 5 مباريات فقط، مطلوب الجهد وتقديم أداء جيد من أجل الفوز بالبطولة وضمان التأهل للأولمبيات المقبلة والتي ستقام في طوكيو العام المقبل. قال نحن في حاجة لجميع اللاعبين، ولكن سيكون هناك تنسيق بيني وبين الكابتن حسام البدري مدرب المنتخب من أجل الاستقرار على قائمة أو القائمة التي ستشارك في بطولة أمم أفريقيا. عارفين طبعا أن في لعيبة كتير في المنتخب الأولمبي مع الكابتن حسام البدري. قال نبحث عن خوض مباراتين وديتين في يوم 7 و15، الكابتن حسام كان عايز مباراة أعتقد يوم 14 زي ما قريتها مع حضراتكم. ودية أمام بوتسوانا يوم 14 من أكتوبر الحالي، فالكابتن شوقي بيقول 7 و15، مش عارف دي متعارضة ولا إيه. أجندة الفيفا، لأن البطولة ستبدأ في نوفمبر المقبل، سيكون هناك معسكر لمدة يومين في آخر الشهر للتحدث مع اللاعبين قبل انطلاق البطولة. قال إن يوم 30 أكتوبر إن شاء الله هيكون الإعلان عن القائمة النهائية لفرقة الكابتن شوقي غريب تحت 23 سنة، اللي هيكون فيها 22 لاعب بالإضافة إلى حارس مرمى احتياطي، تجنبا لتكرار أزمة إصابة جنش مع المنتخب الأول. فاكرين طبعا إصابة جنش وكان فيه مشكلة. القرعة أسفرت عن وقوع بصراحة الثمان منتخبات أقوية جدا، يعني المجموعة بتاعتنا فيها مصر وفيها غانا والكاميرون ومالي، مجموعة مميتة، غانا والكاميرون ومالي ومصر. المجموعة الثانية فيها مين بقى؟ فيها نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا وزامبيا، يعني أسهل شوية أسهل شوية. طبعا أول ثلاثة في البطولة هيتأهلوا لأولمبياد 2020 اللي هتقام إن شاء الله بطوكيو بإذن الله. كل التوفيق للمنتخب الأولمبي، كل التوفيق لكابتن شوقي غريب. بقى زي ما قال يعني 5 مباريات بس بتفصلك أنت تروح طوكيو في الدور الأولمبي، أكيد طبعا بيبقى ليها صدى كبير جدا. عايزين نشوف إن شاء الله منتخب قوي مع كابتن شوقي غريب زعيم الفلاحين. كابتن شوقي غريب كان لاعب مميز جدا يا جماعه، اللي ما يعرفش كابتن شوقي غريب كان لعيب مميز جدا جدا، وكان لعيب هايل.